رح نتابع محطاتنا وريوة صارت موجودة معنا بحلقة جديدة على صحة السلامة. ريوة صباح الخير. صباح الخير غيدا وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم موضوع كتير مهم لأنه بنعرف موضوع الكلى قديش هو حساس وقديش بيكون أوقات كتير مزمن كمان وبيأدي يعني لعلاج مستمر على مدار سنوات طويلة. صح. اليوم رح تجرب تخبر المشاهدين عن أبرز المشاكل اللي ممكن تأثر على الكلى. مظبوط، مشاكل صحية ممكن تسبب لنا أمراض مزمنة بالكلى أو ممكن ببعض الحالات تسبب فشل كلوي. فإذا لما بده يكون عندنا أي كرونيك ديزيز أو مرض مزمن من هيك بنقول مرات يمكن هو المرض بحد ذاته منه مزعج، بمعنى ما في عوارض، ما بيحس المريض بشيء، لكن الكومبليكيشنز او المضاعفات اللي بتصير من هالمرض هي اللي الخطيرة. واحدة من الأمور أنه مرات ممكن أمراض مزمنة تأثر على وظيفة الكلى وبالتالي بتسبب لنا أمراض مزمنة بالكلى أو قصور بالكلى أو فشل كلوي. أحد أبرز هالأمراض هو السكري. أوكي؟ لأن السكري إذا ما كان في ضبط مظبوط لمعدل السكر بالدم ومتابعة صحيحة لمخزون السكر كل 3 أشهر أنه نكون ضمن معدل منخفض قدر الإمكان، شو بيعمل؟ من الأمور اللي بيأثر فيها أو بيأثر عليها هي الأوعية الدموية الدقيقة أو الشرايين الدقيقة. نعم. وبالتالي بيأثر على وظيفتها ويعني تنضرب إذا فينا نقول بالعامية هيك بكل بساطة، وبتتأثر على وظيفتها. والكلى فيها كتير أوعية دموية دقيقة، وبالتالي بتبطل الكلى قادرة تقوم بوظيفتها أنه تفلتر الدم من الرواسب والموجودة فيه، وبالتالي بيصير عنا مشاكل بالكلى وبيصير عنا كمان التهابات. نعم. فبالتالي الأشخاص اللي عندهم مشكلة سكري بدهم يفحصوا الكلى بصورة مستمرة. وهيدي هون طبيبهم بيطلب منهم فحوصات مستمرة لوظيفة الكلى لنشوف إذا أي صار في أي تغير. نعم. تاني شغلة بدهم أكيد يضبطوا معدل السكر بالدم، بدهم يراقبوا مخزون السكر، بدهم يشربوا مي كتير منيح وتكون نمط حياتهم أكتف، يعني يتحركوا يعملوا رياضة أكيد بالإضافة للانتباه لأكلهم، لأنه الأكل شغلة أساسية بضبط السكري، يعني هي شغلة كتير مهمة. تاني مشكلة صحية ضغط الدم المرتفع. كمان الأشخاص اللي عندهم هاي بلاد بريشر أو ضغط دم مرتفع كمان بيأثر على، لأنه ضغط الدم المرتفع بيأثر على ليونة الشرايين وعلى فعاليتها بأنها تقوم بوظيفتها. نعم. وبالتالي كمان بتأثر على الكلى. من هيك الأشخاص اللي عندهم ضغط دم مرتفع المتابعة كتير ضرورية. شغلة ثالثة الكوليسترول. يمكن نقول الكوليسترول شو له علاقة، منفكر بالكوليسترول اللي هو بس انسداد بشرايين القلب مثلا رح يأثر، وخصوصا الكوليسترول السيء الـ LDL. صحيح. بيسبب بيعمل ترسبات على الجدار الداخلي لشرايين القلب وبالتالي بيسبب الانسداد والجلطات وغيرها. كمان بيأثر على الكلى، وهالترسبات هيدي ممكن تنوجد بشرايين اللي بتوصل على الكلى وتأثر على وظيفتها، تعمل بلوكينج تسكرها يعني او تعمل انسداد فيها، وبالتالي والكلى بدنا نعتبر هي الفلتر تبع الجسم. نعم صحيح. هي الفلتر اللي بيصفي الدم وبينقيه من كل الرواسب الموجوده فيه، فبالتالي هالترسبات هيدي شو رح تعمل؟ رح تاثر على وظيفه الكلى وبالتالي ما رح تنقي الجسم من الرواسب الموجوده فيه وندخل بمشاكل كثيره، بالاضافه لانه الكلى رح تتاثر وظيفتها. نعم. اوكي؟ في كمان أمراض أوتو إميون ديزيزز، يعني أمراض مناعة ذاتية اللي هي بنعرف أنه فجأة جهاز المناعة بدون أي سبب ما بنعرف ليه ببلش يهاجم أنسجة أو أعضاء معينة من الجسم. وكل مرة بحسب النسيج أو العضو اللي عم بيهاجمه بيكون المشكلة الصحية. فهون في بعض الأمراض المناعة الذاتية اللي هي بتهاجم كريات الدم البيضاء، وبالتالي هون كمان بصير في خلل بوظيفة الكلى وبتعمل ترسبات وبالتالي بتسبب على بتأثر على الكلى. وظيفة الكلى وعلى أنه تكون مثل ما لازم. في الأشخاص اللي عندهم disorders eating disorders، يعني مشاكل أو أمراض معينة سببها الأساسي نفسي
ولكن بيأثر على طريقة أكلهم. هن الأشخاص اللي بيأكلوا كتير بشراهة بيرجعوا بيستفرغوا أو بياخدوا حبوب أو أدوية بتسبب الإسهال. ليه؟ خوفا من أنه ياخدوا وزن، سعرات حرارية كتيرة وياخدوا وزن، وبيكون عندهم صورة البادي إيمج أو صورة جسمهم أو شكلهم كيف بده يكون، شو ما كان جسمهم أو وزنهم مناسب بيشوفوا حالهم لأ مش عاجبهم، مش عاجبهم وبدهم يضعفوا أكتر وأكتر وأكتر. فبالتالي هول الأشخاص كمان شو بصير؟ نتيجة الاستفراغ بصورة متكررة، ونتيجة أنه إذا كانوا بياخدوا أي لاكزيتيف أو مواد بتسبب الإسهال، جسمهم بخف، بصير في نوع من الديهايدريشن، بصير في نوع من النقص بكمية المي والنقص بالمغذيات وحتى نقص بالأملاح. فهون هيدا الشيء كتير بيأثر على الكلى، وخصوصا هاي المشكلة مزمنة، يعني بتكون لفترة طويلة. نعم. ما بتكون لفترة قصيرة. فمن هيك الأشخاص اللي عندهم أي مشاكل أو اضطراب بالعادات الغذائية كتير مهم أنها تتعالج ويتفتش على السبب الأساسي ليه عم بتكون فيها المشكلة. أوكي؟ في بعض الأنواع من الأمراض السرطانية كمان بتأثر على الكلى، وهون في بعض الأنواع المشاكل السرطانية اللي هي بهالحالة هون الكريات الدم الحمراء بيصير في نوع من الكلوتينج أو التجلطات أو بتقعد تترسب مع بعضها وبتعمل بلوك أو بتسكر الفلترز أو المجاري الموجودة بالكلى والأوعية الدموية الموجودة فيها، وبالتالي هذا بيأثر على عملها، وطبعا بتكون بتصير يعني على تراكمات على فترة زمنية. طبعا بدنا ننتبه لمؤشرات جسمنا بيقلنا عليها، يعني إذا كان حسينا كمية البول أقل من ما بالعادة بدنا ننتبه، إذا كان في تبول أكثر من اللزوم كمان بدنا ننتبه، إذا حسينا أي تغير بتركيبة البول سواء من حيث اللون، من حيث الرائحة، من حيث أي شعور بتغير بدنا ننتبه. من هيك هالمؤشرات هيدي ناخدها بالأول ونفحص عن طريق زراعة للبول، عينة من البول عن طريق الفحص السريري عند الطبيب، المتابعة لحتى نكتشف أي تغيرات عم بتصير بوظيفة الكلى على بكير. نعم. وبرجع بأكد أنه أكثر ناس بدنا نوعيهم على هالنقطة هن الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. كتير بدهم ينتبهوا على هالموضوع. نعم. وكبار السن، يعني دايما بقول أنا شغلتين أو فئتين عمريتين بأي مشكلة صحية منخاف عليهم كتير من المضاعفات، الأطفال وكبار المسنين، هيدولي أكتر فئتين لأنه بسرعة المضاعفات تتفاقم عندهم. يعني بعطيكي مثل قصة الديهايدريشن، يعني مثلا ببعض الحالات بيكون في حالات إسهال عند كبير السن. أوكي؟ لما بيكون في حالة إسهال عند كبير السن يمكن إحنا بناخدها أنه اسهال بسيطة، يوم يومين بيمشي الحال، بنعمل بطاطا مسلوقة، عرفتي، بننتبه شوي بيروح الاسهال. لكن لا، لما بيكون الاسهال لوقت طويل وقوي، يعني بدنا نقول 5 أيام ل10 أيام بدون اي تحسن والاسهال كتير عم بيكون قوي، هون بهالحالة منخاف على كبير السن انه هالامر يأثر على الكلى. نعم. ليه؟ على وظيفة الكلى، لانه بده يصير في ديهايدريشن قوي، بده يصير في نقص بالاملاح والمعادن، فبالتالي بيكون بشكل خطر على وظيفة الكلى. من هيك أي تغير بيصير اللي هو بيسبب لنا نقص كمان بالسوائل من جسمنا بدنا ننتبه. نعم. له لكبير السن لحتى ما يأثر على وظيفة الكلى. هيدول باختصار. وبدي أرجع أذكر شرب المي هو صديق للكلى. نعم. كتير مهم أنه نشرب مي. صحيح. ونوزع كمية المي اللي نشربها خلال النهار، ما نكدس أو ما نجمع الكمية اللي نشربها بوقت قصير. يعني في ناس بيقولوا أنه أنا بصير بالليل بتذكر، بصير أنا وبالسهرة بشرب مي شوي شوي شوي. لا، كل ما وزعنا كمية المي خلال النهار. كل ما ضل الدم عم يعني الدورة الدموية عم تشتغل أحسن، الكلى وظيفتها أحسن، عم نساعد على تنظيف الكلى إذا بدك من الرواسب اللي موجودة فيها. شكرا كثير، ونحن مرجع نشوفك إن شاء الله بعالم الصباح. أكيد. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكن معنا.